مرحبا. معي زوجان قادمان من بلاد الالمان، هما روائيان يكتبان نبدأ من النهايه. نهايه اسماعيل بادي مرحبا. مرحبا اهلا وسهلا بك. انت بك ابتدأنا ال اي ان شاء الله. ان شاء الله. بدايه والنهايه بهيثم. الزوج <applause> <applause> هيثم ناف الوالي. ناف الوالي مرحبا اهلا وسهلا بحضرتك. احنا بدينا من من النهايه نعم راح تكون في ممكن يكون عنصر المفاجاه ايضا ولو حكينا منين يا قلبي نبتدي من النهايه ها عادي <applause> اللي يعجبك اوكي هي هي ضحت تكون هي الاولى الفوكس الاول عليها فالضوء عليها الان وانت تلقي ضوء اخر من هي نهايه اسماعيل بادي بالنسبه لي اقدر اقول يعني بعض الكلمات الدقيقه جدا اللي تمثل شخص نهايه الطيبة الرحمة الصبر الكفاح وإنسانة عاملة ومفكرة. من هو هيثم نافل والي؟ إنسان رقيق إنسان إنساني إلى أبعد الحدود ما يظهر عاطفته بسهولة مشاعره دائما تكون جياشة بس داخلية وهذا سبب تعبه طب انت جاينا 120 مؤلف داخل جنس بس ما ما مسمى صح؟ احتمال بحكم الغربة انه انا بعيد عن البلاد العربية ممكن يكون هذا السبب بس للتصحيح 120 قصة قصيرة مو عمل يعني متخصص يعني مو عمل متكامل لحاله كمجموعة قصصية عندي خمس مجموعات قصصية الضم 120 قصة قصيرة وبعض القصص اللي الحديثة الولادة ما زالت لم تنشر بعد نعم أريد نهاية بطلة في مجموعة أعمالك أختار خلينا على التعيين ولا بتعيين خذ راحتك هنا نهاية موجودة بداخلي قبل لا تكون في الكتب لذلك غالبا ما أخذ من عدها الإنسان الأنثى كيف كيف هي تعيش الحياة كيف تمثل نبع الحياة والأصل كالماء فلذلك تشوف نهاية موجودة في كل أعمالي حتى في المقالات ولكن بطريقة مو شخصية مو مباشرة ولكن أخذ منعتها فقط الأشياء اللي أنا محتاجها لأبني السرد الروائي عليها أخذ منعتها في سبيل المثال أنا وصفتها قبل لحظات بالطيبة أمثل هذا لو أن احتاجيت شخصية أنثى عتها هاي المواصفات أنا يعني راح هي أقرب إنسان أليه فاكتشفها بسهوله واكتب عنها ايضا بسهوله وهذا احتاج العمل ايضا فتشوفها بكل مؤلفاتي. الموتى لا يتكلمون بديها بس لو انا قلت الموتى يتكلمون كان يكون فيها بلاغه. هاي عنوان القصه هو نفس الحدث اللي صار انه شخص انتحر والناس قامت تحكي ليش انتحر؟ قسم قالوا حسب اراء الناس حسب اهتماماتهم وحسب خلي اقول اتجاهاتهم المصلحيه المحافظ قال لا هذا حسب مفهومه انه يريد يبقي الاشياء على ما هي عليه ميونخ؟ لا اقصد المحافظ اصحاب المصلحه ما آه. يريد ما يريد يكون تغيير فقال هذا الشخص انتحر لانه عنده يريد, يريد, يريد التغيير فهو حكي عالية. المتدين قال هذا لأن كان ملحد لذلك هو انتحر الله هيك راد يصير به الشخص العلماني قال هذا هو بصراحه ما يؤمن بالعلم بشكل مضبوط لذلك انتحر فبالاخر القصه قال هو لو عايش كان قدر يحكي بس الموتى لا يتكلمون كانت هيك الحكايه طيب هو ليش انتحر؟ والله اللي كاتب هو موجود هو رد على هذا السؤال بس انت دائما تتدخلين حاطه مناخيرك بين سطرين ممكن اكون بس يعني أنا تلقيته حالي حال القراء طيب هو في عمل مشترك وهي ورطه وعمل مشترك انه بين بين زوج وزوجته فاكيد الغلبه الك يعني انت انا حطيتها الشكل هاي ليش يجي انت ماخذ فكره عني؟ ليش والله فكرة؟ انا والله انا فقيره ورقة القوس انت اي بس مقابل اراءه وتعنده بالكتابه لان يعني هيثم من يكتب شيء مو سهل تقنع بعكسه فيعني دائما نقاشاتنا محتده بهذا الموضوع انه شلون اقدر اقنعه انه مثل هاي الفكره اوصل لها على مده تكون من مصلحه الروايه ف يعني انا مغلوب عليها مو مو الغالبه <applause> طيب في سردار قاسم نعم <applause> <applause> يعني هي ايش قد حجم تدخلها في النص اثنيناتكم كتبتوه احنا سوينا هو حقيقه هذا اول عمل مشترك انا وزوجتي على الرغم هو كانت كل الاعمال مشتركة من خلال النقاشات الباطنيه اللي تكون ولكن كعمل ظاهر للعيان هو هذا اول عمل روائي مشترك بيني وبين زوجتي فالمساحه كانت 50-50 صار الاتفاق أنه تقريبا من 50 فصل انا اكتب اول 50 اول العفو 25 فصل من بدايه الروايه وبعدها هي تكتب ال 25 الباقيه لما تخلص هي راح نرجع نسوي الموضوع بهاي الطريقه انه هي ترجع لل25 الاولى اللي انا كتبتها وتعطي ارائها تكتبها وتحط ملاحظاتها واني اقرا اللي هي كتبته واكتب ملاحظاتي بعدها نقعد قاعده مشتركه مثل ما سوينا البارحه في احدى المقاهي هنا قعدنا نقحنا الفصل مثلا 15 من كتاباتها لان هي اللي كاتبتها اللي وصلنا المرحله انه انا اكتب انطباعاتي ونتناقش بها وبعدها نصفيها بهاي الطريقه صار العمل يكون نظيف وبنفس الوقت ما التخلي المتلقي او القارئ يعرف هذا المن النص صار اكو بالالماني يسموها ميشونغ هذا الميشونغ يعني الاختلاط او التجانس غير الواضح وهذا بالنسبه لي كان مهم بصراحه لبناء او التكنيك داخل السرد الروائي انه ما خلي القارئ ينتبه هذا الاسلوب علما وهذا النص علما وهذا السطر علما وهذا لان تعرف اكو أعمال ايضا ظهرت بالعالم العربي كاعمال مشتركه بين جبره وبين عبد الرحمن منيف وهكذا ف كان بالنسبه لي نقطه يعني عالجتها بهذه الطريقه انه هذا التجانس كقطرتين مي لتصبح قطره واحده، هاي القطره هي روايه سردار قاسم بالنسبه لي راح سردار بالكردي يعني زعيم بال... بالايراني اسمها زعيم او شيخ قبيله وانا متقصد بهاي الكلمه لان ما حبيت يكون سردار قاسم يعني الزعيم عبد الكريم قاسم ك... نكتب ككتاب تاريخي، هي مو كتاب تاريخي. كم مواليدك؟ انا مواليد 65 هو هو قتل أه انا لم 60. لم اعش فتره حكمه ولا حياته ولكن حقيقه تاثرنا بحياه هذا الشخص بعد قراءات بعد مطالعات بعد مشاهدات بعد تعارف حتى من عائله الزعيم ومحاوله هم من الصويره وين لقيتوهم؟ هم في الوقت الحالي عائلته ساكنه في بغداد وعندنا علاقه ويا بالحقيقه ويا بنت حفيده تقريبا اي هو حفيده يعتبر يعني هو يقول جدي عبد الكريم ومن خلال والدته اللي هي فردوس اللي يصير بنت حامد حامد شقيق عبد الكريم وسميناها نرجع للنقطة الأولى سردار ما حبيت أقول الزعيم لأن راح تكون واضحة وأنا هذا عمل روائي يعني في أشياء أيضا خيال كتبنا ولكن خيال واقعي نعم السؤال النهاية هو مات ولم يتزوج عازب يعني بالرواية شنو دور المرأة في حياة عبد الكريم قاسم هو تزوج الوطن تزوج الوطن الوطن صح, صح الوطن, مو انثى الوطن, فهي الوطن؟ فهي <applause> بس هو انطى حياته كلها للوطن ما فضل حياته الشخصية على الوطن لذلك احنا يعني كان حافز ان نكتب عنه لانه بهذا العصر او بهذا الوقت قليل من يضحي بنفسه ومصالحه الشخصية من اجل الهدف بخياله هو ومن اجل الجميع ماكو ما موجود هذا الشيء فلذلك احنا يعني سلطنا الضوء على هاي النقطة الإنسانية الموجودة عنده ما ما عالجنا الرواية معالجة سياسية بقدر ما هي معالجة إنسانية قريبا من نهر ايسار في ميونخ العاصمة الخفية للجمهورية الألمانية هناك 300 دار نشر من بينها دار تحمل اسم ابنهما البكر المتنبي. ألفا سربا من روايات منفردين. طاعون الشرق، العودة، الموتى لا يتكلمون، الهروب إلى الجحيم. أنهر بنت الرافدين من داخل الزنزانة. تأملات في عالم الإنسان. الخناس ثم الوهم. وضع مجتمعين نصا مشتركا اسمه سردار قاسم. شوفوا عندك ثلاثة أعمال صح اللي نعم. هي تحت غطاء الرب يونا هاي اسم تنتج أيه. <applause> زوجة آدم وسراب أريد حجم الحقيقة في هاي الثلاث أعمال من سراب حجم الحقيقة في سراب الرواية هي دائما لازم بها حقيقة. شقد اذا ما اقدر اقول يعني اذا مو 70% لازم 50% يونا حقيقه ثلاثه لازم يكون حقيقه هي الروايه بحد ذاتها ما تكون روايه اذا ما يكون بها يعني نص حقيقي فلذلك تسمى روايه ولا نطلق عليها قصه او حكايه او اي مصطلح اخر زين هسه انت يا سيدي مسوي يونا هي مسوي يونا هاي مرت ادم نعم وزين والمتنبي شنو اسم مرته؟ سماء. اسمه سما سما؟ نعم لازم تطالبكم بروايه آه انا راح اجاوبك على هذا الشيء <applause> الروايه الاخيره بطلتها سما نعم آه. فاسم سما موجود زين وين نهايه بطلة اعمالك وين؟ يعني الحقيقيه؟ باسم مستعار اللي هو؟ اعطيني <applause> لا اعطيني مجموعه اسماء مستعاره اللي هي نهايه وانت مخبيها <applause> امتنع خلي عن الاجابه خليني اختار لك خليني أختار, <applause> خلي اختار لك انهر ما لها علاقه بالموضوع هاي انهر اسم اسم رجل لا, لا لا, اسم فتاه اسم انثى انا اعرف واحد صابي اسمه انهر آه عايش هو م... هو إيه الشمالي هو مشترك نعم آه. نعم بس هذا اسم اسم قدسي اسمي الصابي انهر اسمك؟ اسمي الصابي ويعني يعني الجوهر او الجوهره او الشيء الخاص الانهر في الحقيقه وين؟ وين هي؟ انا يعني قلت لك هي موجوده بداخل الروايه ولكن مو كشخص نهايه ك... كعاطفه نهايه ك... كتصرف كسلوك كاسلوب نهايه نهايه موجوده ولكن مو كشخص مو كانسان لا وانما ك... كفعل انا يعني محتاج لبناء الروايه اوكي الوهم سوري س... س... الوهم هاي تقصد ايش قد نهايه تكون موجوده؟ يعني نهايه وين؟ قلت لك بنفس المقدار يعني خلي اقول اني نهايه ممكن تكون 70% ولكن مو بشكل مباشر مو هي ممكن تكون مو هي ولكن هذا السؤال هواية يسالوني عنه ويعني بشكل غير طبيعي يريدون يعرفون الحقيقه مال الروايه نعم. من بطلة الروايه هاي رباعيه بحدود 1100 صفحه بهالطريقه هاي انكتبت ولو تعرف دكتور هاي الرباعيه تضم 75 شخصيه يعني هذا يحتاج يعني ترتيب يحتاج جدول يحتاج خريطه لانه انت ما يصير تنسى الشخوص وتعمدت أن يكون كل شخص من دول ال 75 بطل. طيب كم بطل في طاعون الشرق؟ صعب طبعا التحديد. أبوهاي. لانه هي رباعيه متكامله يعني منفصله متكامله. اذا تقرا اي جزء من عندها يكون منفصل، تقدر تفهمه كروايه مستقله. بس بنفس الوقت هي متصلة لأن شخص الرواية موجودين هم نفسهم بأنهار بطاعون الشرق بالوهم بالعودة الأبطال هم نفسهم أنت وين؟ ودائما أنت أنت وين؟ والله ولا... ما أعرف هو جوابك حتى <applause> 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 طيب يعني أنا من خلال ما تعرفت عليكم هي أنتم نقاشاتكم يعني طاحونة من من النقاشات ليل نهار صحيح آه. دائما أو غالبا ما هاي النقاشات هو حتى النقاش ابداع طبعا المثمر واحنا نقاشاتنا غالبا ما تكون مثمره عن قضايا جوهريه عن قضايا تخص حياتنا الاجتماعيه تخص حياتنا العمليه وتخص حياتنا الابداعيه ايضا نعم. هي ناقده درجه واحد درجه واحد نعم عندها نقد نافذ تقدر تدخل الى اسرار الكلمه تفسخها وتحللها وتعطيك نتائج باهره ما تتوقعها يعني قبل الطبع هي أيوة لو عندك كتاب للنقد نعطي النهايه هي راح تقيمه بشكل حقيقي بشكل جيد بس هاي الشيء هذا كل كبير هذا, <applause> هذا شيء حقيقي هذا طيب اعملي لي نقد على سراب وانت كاتبتها سراب ملخصها هي معاناه المراه انت المراه المراه المغتربه على العموم لان هي الظروف مشابهه للمراه اذا مغتربه او ببلدها أه يعني اكثر شيء هي الام المعطاء اللي هي تربي اولادها وتكبرهم وكل واحد بعد ما يشق طريقه بالحياه يحاول يستقل بحياته ما اقدر اقول انه ينسى والدته او بس ما تكون هاي العلاقه اللي هي ضحت كم من التضحيه اللي هي قدمتها لاولادها ما راح يردوا لها جزء بسيط من عنده، وبنفس الوقت لو تكون على خلاف ويا زوجها او ماكو تواصل بين الزوجه والزوج او رابط اجتماعي بيناتهم راح يكون دمار للزوجه، بهاي الروايه بطلة الرواية اللي هي سما حاولت تختلق لها شخصية تعوض هذا الفقدان أو الحرمان تعيش وياها تحكي وياها فهي هذا محور الرواية هل سما كنتك يعني تترصد أو تترقب أو تتابع نفسها في هذه الرواية؟ أتصور نعم هي عندها خبر بالموضوع وسعيده ايضا بهذا الشيء وبنفس الوقت موازنه اجتماعيه مقصوده انه يونا زوجه ادم عندها ايضا فالشيء رمزي موجود في كتاباتنا فالمساواه والعداله تقول انه سما ايضا تكون عندها هاي الفرصه وهذا الشيء ايضا نشوفه ايجابي من المدام عملت هذا الشيء نعم نعم كلنا في الهم شرق وعندك ثلاث روايات فيها شرق نعم الشرق يعني ايش؟ مشكلتنا في عالمنا الشرقي يعتبرون الابداع اجرام لانه اهل المصلحه يرفضون التغيير يريدون يبقون الاشياء كما هي ولكن الابداع تعرف حضرتك دكتور شيء جديد والجديد لازم يكون له اعداء هذا مساله يعني مشكله هاي عندنا نعاني من عدها وفي نفس الوقت يعتبرون الاديب ينعرف بعد مماته ما مش في حياته هاي مشكله اخرى انه ما يعطوا فرصه الظهور ما يعطوا فرصه انه يعبر عن عن ابداعاته يشرح عن ابداعاته يوصلها للمتلقي بشكل صحيح ولكن لما يختفي أها كان عندنا هذا الشخص كان عندنا هاي اعماله وكان لكن ما راح يقدر هو يدافع عن نفسه لذلك في احدى القصص القصيره في احدى مجموعات القصص القصيره كتبت اهداء النفسي قلت له الى حبيب قلبي هيثم ناف الوالي فقرات المقدمه برنامج قناه النيل في بمصر فاستغربت قالت اول مره اشوف شخص يكتب اهداء لنفسه ويقول الى حبيب قلبي هيثم قلت له اريد ادلل نفسي وانا عايش يعني اذا متت انا ما راح استفيد لو انتم دللتوني فمن حقي اني ادلل نفسي في الحياه الى حبيب قلبك هيثم ماذا تقولين بالاهداء؟ الى رفيق دربي وحياتي هيثم هو <applause> <applause> هو انت بالسفر يعني ما تقدر تحتاج تصير محتار من غيرها صح؟ هذا حقيقي نعم حياتنا انا ونهايه ما اقول غريبه ولكن غريبه للاخرين يحس ما يقدرون يوصلون لحقيقه العلاقه اللي تربطني بنهايه هل هي علاقه زوجيه هي علاقه صداقه اخوه عمل ابداعي مثل ما يعني وقفت عند جزئيه النقاش فهاي الاشياء صعب يفهمها الاخر ولكن احنا فاهميها بطريقه او باخرى هي تسلطيه <applause> لا هي قد تكون ضحية في أغلب الأحيان ولكن ضحية؟ نعم بس يظهر أنه هي تسلطية لأنه هي شخصية قوية نهاية القوس دائما شخصية قوية وانت جوزاء؟ يعني شرح انا جوزاء يا مساكين يعني شو راح اغني انا يا الجوزاء يسافر وهو قاعد، الجوزاء يفكر هوايه، قلق عنده كل عالمه، جوزاء مشكلة، أنا يعني مرات ما أحب البرج مالتي، بس الله خلقني كذا. تحت سقف ببيت ظليل، يجتمع الأولاد ثم الكنّات والأحفاد، يأخذون عن نهاية الخارجة من نسل برج القوس حكمتها الأثيرة. من الفحم يخرج النور. نهاية تعشق البحر ثم النهر تضحك من صدرها تبكي من قلبها تئن وتتنهد من عظامها سجل الله في طبعها انها لا ترقد الا اذا نام الجميع تحت هذا السقف الواسع المنيع هيثم من يكتب شلون وين يختر شو يسوي شنو طقوسه؟ هيثم عنده طقوس معينه بالكتابه. اه يحاول يكون ملكوته لوحده. فمرات بدايه كتاباته كنت افز بالليل ما القى. ما كنت اغني هاي الاغنيه مال يما باقي رجلي مال فريده اي اه مال فريده <applause> وهي قبلها يمكن مغنيها غير مطرب فكنت ادور عليه بداخل البيت فانزل القاه قاعد على الكمبيوتر قاعد يكتب فهذا هذا شيء اجى على صحته لحد ما ورا فتره صارت عنده جلطه والجلطه يعني كانت قويه جدا بحيث شهر بقيت عالج بالمستشفى واول اسبوع كان بالعنايه المركزه فبالاخير من طلع من المستشفى حاولنا انا والاولاد انه نحاول نقلل من هذا الشيء هو بدم الكتابه وما يقدر يستغنى عنها بس لقدر ما انه حاولنا انه ما يقعد الصبح ويظل يعني هالك نفسه بالكتابه فالحمد لله والشكر حاولنا يعني وقدرنا انا أعتقد فكره هيثم انه ممكن تكتب تحت تاثير الجلطه اللي هي حاله صحيه بعض الـ يعني تنسى اشياء وتسترجع اشياء يصير عندك عالم سريالي اي روايه كتبتها بعد الجلطه يعني اثناء الجلطه كتبت بيان اعتزالي الكتابي أه. فبقتها فبقت كان حتى موقف غريب كانت الصندات مشكله مال المغذي ومال الصداع مال الراس وضد التقيؤ كلها والكمبيوتر منها جهه والضغط والهاي الامور فطلبت مني السستر قلم وورقة هاي مشكلتي المحتاده انه احتاج القلم والورقه. فهي استغربت قالت شلك بيها؟ قلت لها ايش عليك؟ اعطيني ورقه وقلم. وانا بال بال يعني على السرير مال بالمستشفى مال هاي بغرفه الانعاش. فجابت لي القلم والورقه وهي مستغربه بالي انا فقدت عقلي او رشدي. فقالت لي بهن قلت لها اكتب. قالت راح تكتب وانت مربط؟ قلت انا اكتب عواطفي فهي بعد اكثر استغربت شنو هذا يكتب عواطفه؟ فما فهمت علي. فكتبت بيان اعتزالي اللي ما نفذته طبعا لانه ما قدرت ولكن قللت حكيت كيف صارت الجلطه الدماغيه عندي من بدايتها كيف نقلوني للمستشفى ومعاناه جو غرفه الانعاش شلون كانت فاجتني رسائل كثيره جدا قالوا شلون انت راح تترك الكتابه انت وتحت تاثير الجلطه كنت تكتب فما راح نتوقع انه انت فعلا تقدر يعني تقاوم هذا الهوس الكتابي ولكن فعلا يعني صحيا صدق صحيح اي صحيا ضغط الاولاد وزوجتي ايضا طبعا قللت الكتابه ولكن لم اتركها لانه ما اقدر اذا كنت قبل اكتب اربع ساعات في اليوم واقرا مثلا ساعتين صار هسه العكس اني يعني اقرا اربع ساعات واكتب ساعتين فنوعا ما اقل مما كنت عليه وبعد الجلطه عذرا دكتور قبل الجلطه بكم كم اسبوع كنت بادي بروايه الخناس كاتب بنعتها خمس فصول وصارت عندي الجلطه الدماغيه خناس الشيطان؟ يعني. انا حبيت كان اكثر من من اسم الها بس بالاخير صارت القناعه الخناس بالمناسبه انه اغلب العناوين زوجتي هي تكتب الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور, في صدور الناس, الناس. الناس. بس كان الخناس اللي آلي كاتب مسكين هذا قتل امه وقتل ابوه وبعدين استحف على الوضع زوجته فقدت طفلها وجن بالاخر فكان هو مسكين بالحقيقه لان جن على نفسه وهي انكتبت بطريقه غريبه شويه انه فقط كانت مجرد رسائل آه الفكره اللي حبيت اقولها دكتور آه انا كاتب عندها خمس فصول صارت عندي جلطه دماغيه زين هاي كاتب انا عمري ما ضيعت نص انا كاتبه هذا آني. هذا اني هذا هيثم فبعثها بشهرين بثلاثه بهاي آه بلشت شويه شويه استعيد عافيتي وفكرت يعني انا ما يصير اترك الروايه، انا كاتب خمس فصول منعتها وفعلا بقرار نهائي كملتها، فبالنسبه لي كانت عصاره فكري لانه كانت فلسفيه جدا، وجوديه ايضا اسئله محوريه بين الحياه والموت، فاعطيتها اجمل ما عندي وهي كانت اخر روايه كاتبها وتعتبر من التسلسل الاصدارات هي السادسه. م. نعم. سمي لي بعض يعني مجموعه روايات إنت حطيتي عناوينها من رواية هيثم؟ هواية مثل أنهار بنت الرافدين، الوهم، طاعون الشرق، هو ب... بالاتفاق بيناتنا، يعني ما أقدر أفرض عليه، هو بالأول وبالأخير هو صاحب القرار، لأن هذا كتابه وهو راح يعني يندرج تحت اسمه، فلذلك أنا يعني أنطي رأيي وهو وأنطيه أكثر من اختيار. وبالاخير هو القرار يكون إله. بس يا برج القوس والله اراهنك انه كل العناوين اللي خليتيها لاعمالك هو ما دخل فيهم صح شلون اعرف الدكتور بس تولى <دولو> ظالمني هيك يعني <تصح> زين أن عندي روايتين مسلفنه هذه جمال للانجليزيه نعم, نعم. وليش مو الالمانيه؟ ما هو مو مو بكيفي يعني صار الاتفاق بيني وبين مؤسسه الصالون الالمانيه بالبدايه هم انعجبوا بروايه انهر العفوب، العفو بامراه من الشرق فقالوا هذا اول شخص عربي ويحكي عن امراه من الشرق واحنا المان حابين يكون يعني الكواليتي مالتها حقيقي انه مو نجيب الماني يحكي على امراه من الشرق لا نجيب عربي يحكي على على امراه من الشرق فصار الاتفاق ويا مؤسسه الصالون في ميونخ فترجموا الناس الروايه من العربي الى الالماني وظهرت كتاب برق يعني موجوده هسه نعم. بالنسبه لانهر بنت الرافدين لضخامه الروايه وهي رباعيه يعني انهر مو مو روايه واحده قالوا خلينا نجرب الاول باللغه الانجليزيه اذا سوت اصداء جميله نبلش بالاجزاء الاخرى لان كانت الفكره مالتهم بالحقيقه الاربعه يسووها كتاب واحد فتناقشنا انا والمدام قالت لا يعني ما معقوله الاربع روايات يحطوها بكتاب واحد راح تضيع كثير من النصوص الداخليه فانا رفضت طبعا العرض مالتهم وصار الاتفاق انه تطلع عنها بنت الرافدين باللغه الانجليزيه ككتاب ورقي بس ك... كنصوص او عفوا ككتب كروايات بغير لغات عالميه موجوده عندي في امازون وغيرها ولكن فقط الكتروني يعني باللغه البرتغاليه عندي انهار من داخل الزنزانه مجموعه قصصيه الخامسه من لا باللغه الفرنسيه عندي وليش الفرنسيه؟ وليش ما تكتب بالالماني؟ يزعلون أه عليك او جنسيه أه دكتور هم المترجمين يراسلوني يحبون يترجمون اعمالي وتظهر فبالاتفاق طبعا ما اقدر بنفس الوقت انا رغبتي ايضا تطلع عني اعمالي بلغات اجنبيه ولكن عند حدود الالكتروني مو كتاب ورقي ولكن امراه من الشرق وانهر بنت بدين كتاب ورقي وهذا بالنسبه لي فخر طبعا نعم هذه مسرنه نهايه ارفعي السيلوفين عن هذه الروايه وقولي لي اين اجد امراه من الشرق في ميونخ في هذه الروايه المراه في الشرق من الشرق في اوروبا اخذت حريتها بس اصور هي سراب هسه سراب اصور نعم نعم يعني هذا المختصر انه المراه الشرقيه هي تبقى يعني قد ما راح تتغير او تحاول تغير الحياة اللي هي راح تعيشها الجديدة بس يبقى هو داخلها عربي فما راح تكون اكو تناقض قوي وصراع داخلي ما راح تقدر تنفذ من عنده او تحله فلذلك كان كتاب السراب هو حضرتك ابو المتنبي نعم وهذا سميته وخطير رجال شاب عمره 29 سنه عايش في ميونخ زين شلون راح يدافع عن اسمه؟ شوف دكتور المتنبي شخصيه ماكو شاعر عربي قدر يكتب الشعر اذا تجاوز شاعريه المتنبي، لازم الاول يقرا المتنبي الله يكون شاعر هم يقال انه الشاعر يبدي بالهذيان ثم يقول الشعر، انا اقول غير شيء، الشاعر يبدي بالهذيان لحين ما يقرا المتنبي، بعدها يصبح شاعرا. هذا بالنسبه لي المتنبي ف اقل شيء انا يعني حبيت اخذه من بلدي هو المتنبي اللي الكل يفتخرون بشعره بابداعه كشخص ما يهمني بقدر كابداع للمتنبي هو في في عمر عشر سنين كتب الشعر في عمر 15 على الامير يرى 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 ذلي فيشفع لي الى التي تركتني في الهوى مثلا هذا عمره 15 سنه وكتب هو مراهق سنه كان 17 سنه عمره وان اني لا اعلم واللبيب خبير ان الحياه وان حرصت غُرُورُهُ شنو هذا احنا مراهقين كنا بالشارع هو يقول شعر بهالطريقه هاي قبل لا يكون المتنبي كانت زوجتي حامل بهذا الفتره كنت مستعير كتاب الحقيقه ديوان من جامعه ميونخ القسم الشرقي من المكتبه كنت اقرا به كان استعاره خارجيه كتاب نص متر بنص متر مطبوع ببرلين وحجمه كبير مش انت تقعد بالاوبان يعني بالمترو واقرا الالماني يباعون شنو هذا ايش يسوي؟ ف... فتاثرت طبعا وهواي قصائد غير موجوده في بلادنا بس موجوده هذا الديوان لانه موجوده الحريه. الحريه هي مو انت تقول سوي فشي انت تريده، الحريه انه تقدر تمتنع عن فعل انت ما تسوي تريد. هي هاي الحريه بالنسبه لي. فالحريه الموجوده كان بالديوان ما لقيتها ببلدي فانعجبت بهذا الشيء. فبهاي الاثناء ولدت زوجتي فقالت لي شو نسمي؟ قلت له ماكو احلى من المتنبي وفعلا يعني هو كلقب مو كاسم ولكن في البدايه هو كان متاثر قال ليش بابا هيك لما طبعا كبر وعى يعني اسمي غريب شويه بالمدرسه وهاي ولكن في فتره من فترات بعد ان اصبح مهندس مدني ودو بحثة للامارات يسوي تطبيق هناك كشخص خبير مهندس الماني وهاي فلما سالوه الجماعه العرب هاي انت شو اسمك؟ قال متنبي واو متنبي انت المفروض تكون فخور فشي جميل انت يعني شخص ما يقدر يترك هذا الشيء فيقول بالعكس بابا حسيته بطاقه بحماس انا كنت كنت ماخذ فكره غلط انا هسه بالعكس يسموه بالالماني شتولس يعني انا فخور بهذا الشيء هيثم هو ادم في جميع رواياته هو مثال الاب الرحيم لذريته المتنبي آدم وزوجتيهما سما ويونا وقلبه كما ترى نهاية أصفى من الحليب متساهلا إلى حدود الأفق مثل راهب ينسى الكون مع حفيدته أنامي من ريع دكان يعرفه المغتربون ثم الألمان ينفقان يؤلفان من اجل الاولاد والاحفاد يعيشان. انهما صابئيان، مندائيان، عراقيان، صائغان. منذ عام ألف 1990 عاشا مع الالمان، وما زالا حتى الان. الدكتور محمد حسين ال ياسين رئيس المجمع العلمي العراقي نعم الشاعر الكبير اسمه ابن الطيب والطيب خلف في امريكا ولد سماه ادم والان اسلم عليكم وانا حكيت له البارحه اهلا وسهلا ادم تحكي لي عنه نهايه ادم ادم ابو البشريه م -م. وفعلا ادم عندنا آه مثال للطيبه انت سميتيه؟ انا سميته بين ما يكفي هو سمى المتنبي، علاش ما قلت له متنبي؟ <applause> والله ظالمني مذاكرة <مدعك. تصفيق> يا ظالمني انت. فآدم بالنسبة إلنا مثال للإنسانية، للرقة، للمشاعر الجياشة. يقدر يحتوي البيت كله، حتى لو هو بداخله متأذي. يجي على نفسه إلى درجة يعني مو طبيعية هذا ما يعني أنه المتنبي أقل من حساسية لا اثنينهم على نفس المقدار من الإنسانية والأخلاق بس بالنسبة لي يا آدم ااا إذا يشوفك مضايق يح يحاول يحلحل هاي المضايقة يعني خوش آدمي اثنين خوش هم <applause> 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 ما أقدر أقول المتنبي حبيب قلبي يعني ماكو ام تفضل ابن عن الاخر وبالاصح انا عندي اربع اولاد مو مو ولدين لانه زوجاتهم هم بناتي الحمد لله والشكر يعني قدرت اربي اولادي على هاي الطريقه طيب لو انتم كان عندكم بنت كانوا تسموها مشكله شو تسميها؟ والله سؤال ما متوقع من اسماء بطلاتك؟ قولي بالله اسماء البطلات جرد آه سهاد آه وين؟ أمل بالقصص القصيرة طبعاً آه أمل أمل صوت ضجة لأن هاي كانت على دين وغير دينها وبعدين استحيفت وما قبلوها يرجع سوت مشكلة هم حقيقية ترى حقيقية آه نعم اتصلت آه بي وأعطتني بالتليفون حكايتها وهي طلبت من عندي إنه أكتبها قصة فعملتها قصة بجزئين بصراحة آه كانت حتى ب يعني على بلاد عربية عملت ضجة بس كذبت على يوحنا المعمدان ووصفته ايضا انا احب الوصف كلش دكتور الوصف بالنسبة لي شيء اساسي بعملي يعني انا من اقول دكتور مجيد لا ما يكفي لازم اكو وصف وبعدها على مود يكون ناوي تدخلني <applause> برواية من روايتك راحة راح يدخلك يعني انت تنفذ من عنده مستحيل خليك شخص مشاكس جاد انطيك اعطي بطل مشاكس جاد انه ما يظهر عواطفه بسهوله ولكن هو من الجديه كحد السيف هيك انطيك اخليك بهذا البرنامج بهالطريقه هاي وبالعكس شخصيه رائعه لانه غير غير مفهومه بسهوله وهذا بها عمق يكون والفهم اخليه في نهايه العمل يلا يعرف القارئ هذا خطيه نرجع للنهايه <تصف morally> <تز or coupon> ماكو <مف <chamado> مفاح كثير <little> شوفي نهايه كثير افلام مصريه الختام مالها يطلع البدايه فانت اسمك نهايه اسماعيل بادي <cloud> اوكي okay, اريد تحكي لي عن الحقيقه في روايه الوهم ايش قد نسبه الحقيقه ممكن يكون <ABOUT> 70% <eso> نسبه عاليه و وال30 خيال لازم شو دكتور يقول لك حتى الخيال الروائي لازم يكون واقعي ما يصير اني ما رايح للقمر واحكي عن القمر ما يجوز هذا الشيء لازم اني اعيش بهذا المكان اشم رائحه المكان على مود اقدر اوصفه انا اذا ما اشم رائحه المكان ما اقدر اوصفه يا جماعه شممونا شم رائحه ميونخ بس نسمع فيها ما شايف فيها اوصف لي وعندك صور ميونخ تغيرت كثيرا دكتور كانت ميونخ لم تعد ميونخ التي اعرفها قبل 30 عاما نقول هيك. كانت فرحه، كانت منبسطه، كانت نظيفه، كانت تلك فرص عمل، كان الناس يدخلون ويخرجون منها بتسامح وببطء، هسه ندخل لها سريعا ونخرج منها سريعا لاننا لا نتحملها. كده. نعم، اريد بغداد في ميونخ وين تجد فيها نهايه؟ هي فيكي؟ فيكي؟ لانه بغداد بداخلنا يعني مستحيل نقدر ننساها هو العراق كله بداخلنا لذلك احنا يعني ايش ما نتغرب يبقى داخلنا حنين للعراق والبغداد ولذلك تلقاها بكل روايه لازم نحشي عن عن العراق وعن بغداد بطريقه او باخرى فلذلك يعني ما تقدر تستأصلها من عندنا يعني احنا جزء من عندها وهي جزء من عندنا جميل شوف انت يعني قريت كثير من الادب العربي نعم يعني عندك مجاميع خلي اقول لك مثلا توفيق الحكيم نعم وين تلقاه؟ ايش تقصد وين تلقاه؟ يعني وين بيوميات نائب في الارياف ولا في عصور من لا الكهف طبعا الكهف الكهف معروف هذا الشيء يعني هو رائد المسرح العربي من روايه الكهف وهي ماخوذه طبعا من القران الكريم تعرف ماخوذه كفكره وهو بعدين بنى عليها حتى الاسماء مسيحيه مش عربيه ميلخه وغيرها فهو انشهر من الكهف طبعا ولكن من اقرا للحكيم خيال رهيب بصراحه خيال توفيق الحكيم خيال مو عادي هو يصف لك انه اكو ماء ينزل من الحائط ماكو وقام يحكي ويا التماثيل والشخوص الاشباح اللي تطلع من هذا الماء وبنى عليها مسرحيه وفي يوم من الايام خياله ضعف ما قدر يقرا هاي اللوحات اللي كان يشوفها فانجن هذا الشخص شنو الخيال هذا؟ خيال توفيق الحكيم غير ولكن ارجع للسؤال اللي قبله دكتور ممكن لو اضيف اضافه قصيره انه انا كاتب ايضا قصص قصيره عن ميونخ عن شخص ميونخ حتى الشخص العربيه انه في كتبت قصه قصيره كنت امشي بشارع الشمس وسط ميونخ فصاحني صائغ انا اعرفه هيثم هيثم تعال وانت صائغ؟ انا هم صائغ طبعا عندك دكان <applause> وعندي دكان آه. فصاحني طبيت له قال لي انت ليش عايف دكانك وعائلتك وهاي تقعد بالقهوه وتكتب؟ قلت له منو قال لك انا قاعد بالقهوة انت منين شايفني انا ساكن يعني بغير مكان وانت بغير مكان قال لا مو انت كاتب بال بحد القصص انه كاتب قاعد بقهوه وتشرب قهوه وتكتب قلت له وش مدري كنت هذا كل الكلام صحيح سالوا برناتشو شوف اليوم قال له انت تؤمن بالاشياء اللي تكتبها كان يقول مو انا مجنون كي افعل هذا <تصفيق> 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 طيب الوقت انتهى قريبا في نفسك يا نهايه بدايه بماذا تشعرين الان اشعر بسعاده لان دا التقي اشخاص عراقيين وهذا فخر لي ومحتاجته فعلا لانه حنين لبلدنا يدفعنا لو حتى نشوف واحد بالشارع يعني بس اسمع انه هو يحكي اللهجه العراقيه احب بس احكي وياه المهم لانه يحسسني بدفئ او الظمأ ما تروي الحنين ماتي لبغداد للعراق ف هذا الاحساس عنده حساس ببيتي بوجودكم وياي ف يعني هذا احساس كلش كبير وما اقدر اوصفه يعني بالكلمات شو يا الضالة ضاله حقيقه انا عندي امنيتين امنيه شامله بشريه وامنيه خاصه شخصيه ابلش بالشخصيه الاول عم تكون العامه الختام الشخصيه انه يا ريت القى شخص يكتب سيناريو ونتعاون مع بعض نطلع الرباعيه الروائيه الى عمل تلفزيوني او سينمائي سواء كان عراقي او عربي، هاي الامنيه الاولى، الامنيه الاخرى اللي هي الشامله اتمنى نكون لان انا اكتب فامنيتي راح تكون كتابيه، ان نكون مثل النص المترجم جيدا. يحافظ على الاصل بلغه عصريه. حلو، هاي بسيطه. <applause> طيب بماذا تشعر الان ختام؟ اشعر اني مرتاح آه، سعيد آه، بلقاكم بلقاء قناه الشرقيه العزيزه علينا آه، تعلينا لها من المانيا الى الاردن في سبيل أن نلتقي بها وهذا بالنسبه لي فخر واعتزاز والى هنا سكن الحديث ولم تزل للذكريات بقيه وبقاء وحيدر الانصاري يحييكما من عمان الى ميونخ ودائما نلتقي لنرتقي انتظرونا